بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، الآية التي أحببت أن أتوقف اليوم معكم فيها تتعلق بالموت، تتعلق بالخوف من الموت. كثير من الناس يندم على موت أحد من أقاربه، يقول لولا أنه لم يذهب إلى المكان الفلاني أو يسافر أو كذا لم يكن ليحدث معه هذا الحادث القاتل، لو أن فلانا لم يقترب منه لم يكن ليصيبه هذا الفيروس مثلا الكورونا فيموت، لو أن الأطباء أدركوه لا استطاعوا إنقاذه وعاش طويلا. كل هذا الكلام كلام فارغ أيها الأحبة. الآية التي سنتأملها اليوم تفند كل هذا الكلام. ملك الموت أيها الأحبة لا يجلس وينتظر حتى يأتي هذا الفيروس ليضرب فلان ثم يأتي ليقبض روحه، لا. ملك الموت موكل بنا، لديه برنامج عمل، لديه بالدقيقة والثانية والملي ثانية. كل إنسان له أجل مكتوب عند الله منذ أن كان عمره 42 يوما في بطن أمه، كتب عليه كل شيء أيها الأحبة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. والله لو اجتمع الكون كله على أن يقصروا من عمرك دقيقة واحدة لم يستطيعوا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتاب مكتوب عند الله المتصرف بهذا الكون أيها الأحبة. كل ذرة من ذرات هذا الكون بيد الله، كل حركة من حركات هذا الكون بأمر الله، الكون كله في قبضة الله عز وجل وليس أنت فقط، كل الكون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ينبغي حتى يموت إنسان أحبتي في الله، كيف نفهم هذه الآية؟ حتى يموت هذا الإنسان ينبغي أن يصدر الإذن من الله، القرار من الأعلى من الله. يجب أن يكون هناك قرار بأن ملك الموت يتوفى هذه النفس. إذا لم يأذن الله بذلك لا يستطيع ملك الموت أن يفعل أي شيء. ونحن رأينا الكثير والكثير من أناس عمروا طويلا وأصيبوا بكل الأمراض ولم ينتهي الأجل، فلا زالوا على قيد الحياة. وبالمقابل هناك شباب كل عوامل الحياة موجودة لديهم من الصحة والقوة والأمان، رغم ذلك ينام فلا يستيقظ، تجد أن الله كتب له أن يموت مثلا وهو نائم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. طيب بناء على هذا الكلام ماذا أفعل أنا؟ تجيبك الآية. هذا الكلام أيها الأحبة ليس عبثا، يعني هذا القرآن ليس مجرد معلومات، لا، هو يعطيك سلوك أيضا، يعطيك معلومة وكيفية السلوك بعد ذلك. يقول لك ينبغي أن تعتقد جازما أن الموت بيد الله لترتاح نفسيا، ثم يخبرك بعد ذلك فيقول الآية ذاتها، نحن لا نزال في الآية. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. الملحدين أرادوا ثواب الدنيا، أعطاهم الله الدنيا، الاختراعات والتكنولوجيا والمال أعطاهم الله. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. إذن هناك معادلة أيها الأحبة، لا تقحم الإسلام تقول هو سبب التخلف والإلحاد سبب التطور أو التقدم، لا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، مسلم أو ملحد أو كافر أو زنديق أو بوذي أو عابد الحجر كله ينطبق عليه هذا القانون. ومن يرد ثواب الآخرة ماذا؟ نؤته منها، ولكن ما هي النتيجة؟ وسنجزي الشاكرين، وسنجزي
الشاكرين، الجزاء والجنة والنعيم والقرب من الله والنظر إلى الله عز وجل لا يكون إلا للشاكرين الذين يقولون الحمد لله. لذلك أيها الأحبة، هذه الآية انظروا بدأت بالموت وانتهت بالشكر، معادلة عجيبة جدا، كأن الله يريد أن يقول لك أشكر الله دائما واعلم أن الموت بيد الله، دائما قل الحمد لله. هذه المعاني العميقة أدركها حبيبكم عليه الصلاة والسلام. على فكرة نبينا عليه الصلاة والسلام أدرك هذه المعاني العميقة، لذلك كان يذكر الموت والشكر معا عندما يستيقظ من نومه. استيقظوا أيها المسلمون، النبي عندما كان يستيقظ من نومه كان يشكر الله على نعمة الحياة، وسنجزي الشاكرين، ويتذكر الموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فالآية ربطت بين الموت والشكر، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم كان يشكر الله، يحمد الله، يقول أول ما يقول عندما يستيقظ الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يذكر الحمد لله عز وجل على نعمة الحياة بعد الموت، لأن الإنسان عندما ينام هو ميت أيها الأحبة، أن الإنسان كلما نام مات، ثم رد الله نفسه إليه فيبعث من جديد. لذلك ينبغي علينا أن نحمد الله دائما، وأن نتذكر أنه لن تموت نفس إلا بإذن الله. هذه عقيدة أيها الأحبة. لا تقول لو أن فلان لم يسافر إلى البلد الفلاني لما مات، لو أن فلان لم يصعد في هذه الطائرة لما حصل معه كذا ومات، لو أننا استطعنا إنقاذ فلان إلى المشفى لعاش. لا لا أحبتي في الله، القضية منتهية وهي أسباب، ونحن أمرنا أن نأخذ بالأسباب، أمرنا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، ونعلم أن الموت بيد الله. لذلك احفظوا هذه الآية واعملوا بها أيها الأحبة، ولتطمئن قلوبكم بهذا الكلام الرائع، كلام الله سبحانه وتعالى الذي تطمئن به القلوب. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.